لنتخيل بلداً يتعامل بجدية حقيقية مع أهداف حماية مناخه، وقد صار غنياً بسبب النفط، ومع ذلك لا يريد بعد 6 سنوات أن يجيز السيارات التي تسير بهذا النفط. هذا البلد هو النرويج، والنرويجيون ليسوا مجانين وإنما لديهم خطة. نحن في ألمانيا نصنع السيارات منذ أكثر من قرن، فهل لدينا خطة أيضاً؟ نهاية سيارات محركات الاحتراق تقترب، والعالم دخل عصر النقل الكهربائي. لم يعد بوسعنا القول إن هذا لن يحصل، لقد تم تجاوز هذا الخط. الأمر لا يتعلق بالسؤال عن المحرك الأفضل أو الأنسب للبيئة، الأمر أن عالم السيارات حولنا يتغير بطريقة غير مسبوقة، ونحن نتأخر عن الركب. أكبر سوق للسيارات في العالم تدفع باتجاه النقل الكهربائي، وتصنع السيارات الكهربائية بنفسها. أكبر خطأ هو محاولة المحافظة على الوظائف بأي ثمن في مجالات أرى أن السوق العالمية قد حسمت قرارها فيها. العالم حسم قراره، فهل من أجوبة لدينا نحن الألمان في بلد السيارات والسرعة وأصحاب الابتكارات؟ يمكننا صنع محركات ديزل، ربما هي الأفضل في العالم، وكذلك سيارات بمحركات احتراق، لكن هل يحتاجها العالم؟ هل بلد السيارات ألمانيا مستعد للمستقبل؟ مدينة بيرغن، كان هذا التقاطع الأكثر تلوثاً في التاريخ، دنماركس بلاس، عقدة يشقها طريقان رئيسيان. والآن تأسست هنا أكبر محطة شحن كهربائي في المدينة. هل تشعر بالتميز؟ هذا عادي تماماً وأرخص بكثير، ولا أدفع رسوم الطرقات المأجورة، ولا أحتاج إلى محطات الوقود، الأمور هكذا مريحة. يقول الناس إن الأمر لا ينجح لأنه معقد جداً. لا، ليس كذلك. هل تعود لشراء سيارة بمحرك احتراق؟ بالتأكيد لا. النرويج أكثر بقاع العالم كثافة بالسيارات الكهربائية قياساً إلى عدد السكان، 65% يستعملون سيارات كهربائية أو هجينة، في ألمانيا 7% فقط، وهي ليست صدفة، بل هي إرادة سياسية. النرويج تسعى إلى الريادة، وترى في حماية المناخ فرصة للاقتصاد وليس تهديداً له. هي اليوم رائدة في السوق العالمية في تصنيع محركات سفن عديمة الانبعاثات. من يقود سيارة كهربائية في النرويج لا يدفع أي ضرائب، وقد أصبح وجود محطات الشحن في المرائب أمراً عادياً. ألتقي بكريستينا بو التي تمثل رابطتها مصالح سائق السيارات الكهربائية في النرويج. صوتها مسموع ليس في النرويج وحدها، فسياسيون ومديرو شركات السيارات في ألمانيا يطلبون مشورتها. هذه المعايير الواضحة ترشد مشتري السيارات إلى الاتجاه الصحيح وحيث المستقبل. لقد سئمت من سماع صانعي السيارات يلومون المستهلكين، معتبرين أنهم ليسوا مستعدين بعد لهذا التحول. لو أن أحداً سألني إن كنت أريد هاتفاً ذكياً قبل أن توجد هذه الهواتف، لما فهمت ما يعنيه. الأمر ذاته مع السيارات الكهربائية، حالة النرويج تبين أنه عندما يصبح السعر مناسباً فإن الزبائن أكثر من مستعدين لقيادة سيارة كهربائية. لذا بدلاً من أن تلومونا نحن الزبائن، عليكم القيام بعملكم. في أوسلو 77% من السيارات المرخص لها حديثاً كهربائية. خلال سنة انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هناك بنسبة 9%. النرويج ليست من ابتكر السيارات الكهربائية، على العكس، المحركات البديلة قديمة قدم السيارات. في عام 1975 صنعت مرسيدس أول شاحنة عديمة الانبعاثات، وفي عام 76 عام مولدي ولدت أيضاً سيارات جولف الكهربائية. وفي بداية التسعينيات رأينا سيارة E1 من BMW.
عرضنا أول سيارة كهربائية عام 1972 بمناسبة الألعاب الأولمبية في ميونخ، رافقت حينها سباق الماراثون. والآن بعد 20 سنة من التطوير أعتقد أننا نتقن هذا المجال. ربما خلال 5 أو 10 سنوات ستكون السيارات جاهزة. مرت 27 سنة ولم يتحقق هذا الأمر. أهداف استراتيجية المناخ لعام 2020 وكذلك هدف طرح 1,000,000 سيارة كهربائية في السنة القادمة هي أهداف لا تزال ألمانيا بعيدة عن تحقيقها، لكننا ما زلنا نتناقش. ما مدى التشدد في وضع القيم الحدية؟ وهل الديزل أفضل حقاً من سمعته السيئة؟ وهل السيارات الكهربائية تلوث البيئة بطريقة مختلفة؟ معرض جنيف للسيارات، حيث تلتقي شركات السيارات العريقة في العالم التي يبدو أنها لا تزال في وضع جيد. دايملر تعرض سيارة فان كهربائية، للأسف لم تطرح في الأسواق بعد. ثم تعرض مرسيدس جي ال اي 53 بقوة 435 حصانا وانبعاثات 212 جرام ثاني أكسيد الكربون للكيلومتر الواحد. هذه السيارة تجعلني أشعر أنني أستطيع فعل كل شيء في أي مكان وأي وقت. أغلب السيارات الكهربائية في ألمانيا ما زالت تسير بمحركات هجينة، سيارات ضخمة وثقيلة وغالية الثمن، سيارات خدمة سعرها يفوق 70,000 يورو، والفئات العليا أكثر ربحية للمديرين وأصحاب الأسهم. لكن ماذا عن سيارات صغيرة بسعر مقبول وتناسب عامة الناس؟ يبدو أنها ليست ضمن دائرة اهتمام الشركات الألمانية حالياً. يبدو أن بلد السيارات ألمانيا غير متعجل للقيام بتغيير جذري ويعتمد على التغيير البطيء. البروفيسور ستيفان براتسيل يراقب قطاع السيارات منذ مدة طويلة ويشعر بقلق متزايد. أعتقد أن احتمال أن تنجو شركات السيارات الألمانية من هذا الصراع بين العالمين هو 50%. ربما ألمانيا مع شركات السيارات والصناعة وكذلك السياسيين فيها لم تعد قادرة إلى حد ما على إدراك هذه التغيرات واستخلاص الاستنتاجات الصحيحة منها. ما زلنا بانتظار خطة رئيسية لتغيير قطاع السيارات. ربما لأن التغيير هو النقيض لما يجمع حتى الآن بين السياسيين وصناعة السيارات. حوالي 800,000 وظيفة مرتبطة مباشرة بصناعة السيارات وملايين أخرى بشكل غير مباشر. إيرادات المبيعات تصل إلى أكثر من 400 مليار يورو. لهذا السبب كانت صناعة السيارات البقرة المقدسة للسياسة الألمانية ولا تزال، ودائما ما حمت سياسة التحرك الهادئ هذه الصناعة من أي تغيرات سريعة. خريف 2018، المستشارة في زيارة لفعالية يوم الصناعة الألمانية. لم نقوم بتغيير أهداف المناخ التي وضعناها لأنفسنا والتي قمنا بدمجها جزئياً مع تحقيق أهداف المناخ لكامل أوروبا، وخاصة مع أهداف 2030. كل ما يتجاوز ذلك يهدد بدفع صناعة السيارات إلى خارج أوروبا، حيث سيتم إنتاج السيارات في مكان آخر وسيكون علينا أن نشتريها هنا. هذا أمر لا أريده وهذا موقفي بكل صراحة. هل يمثل التغيير تهديداً؟ هكذا يقول القانون غير المكتوب لسياسة صناعة السيارات في ألمانيا. نكافح بكل الوسائل ضد القيود كحظر القيادة. هدفنا تجنب حظر القيادة والمضي نحو مستقبل النقل بما في ذلك استخدام محركات احتراق نظيفة. محركات احتراق نظيفة، مصطلح مطاط في ألمانيا. حظر القيادة مصطلح مزعج، ونقيض شعار حرية السير لمواطنين أحرار.
فضيحة الديزل كانت لها عواقب وأثارت الاستياء في ألمانيا بلد السيارات. في البداية مماطلة وخداع وتستر، ثم جاء حظر القيادة. المواطنون الغاضبون يشعرون بأنهم تعرضوا للخيانة والغش من قبل الشركات ولم يحصلوا على تعويض، وأنهم تعرضوا إلى العقاب من قبل السياسيين. حرية السيارات، الديزل المدعوم، تعويضات السفر، هكذا تم ترغيب الناس بالحياة في الريف. أما الآن فإنهم يشعرون بأن عليهم دفع ثمن إخفاقات الشركات والسياسيين. بالطبع هناك خداع حصل وتتحمل فولكسفاجن مسؤوليته، لكن لا يمكن معاقبة الجميع لهذا السبب. ستكون هناك تداعيات تطال صناعة السيارات والموردين والعمال البسطاء والورشات الصغيرة، وستكون له تأثيرات كبيرة على ألمانيا. التغير أصبح واقعاً بسبب الإخفاق في تحقيق التطور في الوقت المناسب، وقد يكون مكلفاً، إذ ونحن نتشاجر على أخطاء الماضي كان العالم يسير على طريق المستقبل. الصين سوق المبيعات الأكبر والأهم في العالم تتوسع باستمرار. الشركات الألمانية ساهمت بشكل كبير في وسائل نقل الصينيين وكسبت الكثير من المال. حصتها السوقية تبلغ 23% تقريباً من سيارات محركات الاحتراق، لكن فقط 0.4% من السيارات الكهربائية، وهذه مشكلة كبيرة. ألمانيا رائدة في تقنية محركات البنزين والديزل، 130 عاماً من الخبرة تجعلها تتقدم الجميع، لكن جميع البلدان تقف متساوية عند خط البداية في مجال السيارات الكهربائية، وهذه فرصة تريد الصين الاستفادة منها. 30 مليون سيارة جديدة تنزل إلى الشوارع سنوياً في الصين، ربعها يجب أن يكون كهربائياً في المستقبل، أيضاً لأن الدخان الضبابي يخنق المدن الصينية. لكن هذا الربع في الصين يعادل عدد السيارات الجديدة في دول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مجتمعة. قطعة كبيرة من الكعكة يمكن أن يتقاسمها الآخرون في حال تأخر بلد السيارات ألمانيا. وخلال 11 سنة ستنتهي حقبة سيارات محركات الاحتراق في الصين. سألتقي بمدير ألماني بارز عمل طويلاً لدى BMW وطور معها سيارة i8، وكانت حينها ثورة كهربائية صغيرة. بعدها أدار ظهره لألمانيا ورأى المستقبل في الصين، واصطحب معه مباشرة نصف فريق التطوير في مجال النقل الكهربائي. لماذا رأى كارستين برايتفيلد في الصين فرصة لم تكن موجودة في ألمانيا؟ في الصين تتحرك الأمور بسرعة كبيرة. الصين سوق هائلة وهناك 30 مليون سيارة جديدة في السنة. في الصين يوجد الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين، وفي الصين هذا الموضوع مطلوب سياسيا ويحظى بالدعم. هذا يعني أنه عندما تكون السيارات الكهربائية هدفا مطلوبا ويتخذ قرار ببناء 50,000 نقطة شحن ويتم تنفيذ الأمر في الشهر التالي، ثم يوجه للسؤال التقليدي: إذا كنت ضد الديمقراطية؟ بالطبع جوابي هو النفي، لكن عندما أنظر إلى الهياكل الأوروبية الديمقراطية أجد أننا نناقش أفكاراً جديدة لعشر سنوات، وبعد 10 سنوات يبقى 10% مما تم مناقشته في الأصل. هذه السرعة في اتخاذ القرارات وتطبيقها لن تستطيع مجاراة السرعة والتطورات في العالم. لاس فيغاس سنوياً يستضيف معرض الإلكترونيات الاستهلاكية مستجدات التقنية العالية في العالم. قبل أن ينتقل برايتفيلد إلى شركة صينية منافسة، شارك في صنع هذه السيارة بايتون. خبرة إنتاج ألمانية، مال كثير، إرادة سياسية غير مشروطة، هذه هي المكونات التي تضغط بها الصين على السوق. 40,000 يورو لسيارة دفع رباعي كهربائية مع شاشة بطول متر وعرض 20 سنتيمترا. حاسوب لوحي متنقل يمكن بواسطته عقد مؤتمرات مصورة والتسوق عبر الإنترنت. وعندما نعلق في زحام المدن نكون على الأقل على اتصال كامل بالإنترنت. سيبدأ بيع السيارة أواخر الصيف. مرسيدس حاضرة أيضاً بسيارة جلاس آي.
سيارة للمستقبل البعيد، في المقابل تطرح سيارة بمحرك احتراق. بي ام دبليو لديها رؤية أيضا، سيارة اي نيكست كهربائية ذاتية القيادة بمقاعد فخمة، لكنها ليست للبيع أيضا. تواعدت مع مهاجر ألماني آخر عالي المستوى، توماس نويمان، كان عضوا في مجلس إدارة فولكسفاجن ورئيس مجلس إدارة كونتيننتال وأخيرا رئيسا لأوبل. الآن يعيش في الولايات المتحدة حيث أسس شركة ناشئة، فجر عصر جديد. فجر عصر جديد، هنا تتجول أكبر سيارة دفع رباعي قامت بي ام دبليو بتصنيعها. هل هذه الصورة تعبر عن الوضع الفعلي لصناعة السيارات الألمانية؟ يمكن إلى حد ما القول إنها صورة تعبر عنها. على أي حال، هذا أشبه بديناصور وليس بالمستقبل. لكن الديناصورات لا تزال ناجحة بشكل كبير وتكسب الكثير من المال من سيارات محركات الاحتراق في أواخر أيامها. هل يمكن أن يكون النجاح معيقاً للتقدم ويمنع ما هو جديد؟ هل مشكلة صناعة السيارات الألمانية هي في نجاحها؟ أعتقد أن هذا جزء كبير من المشكلة. من الصعب أن تتخلى عن هذا النجاح وتقول إنك تريد تدميره لخلق نجاح جديد. كنت في منصب جيد في أوبل، لماذا لم تبدأ هذا العمل؟ كنت بحاجة إلى وقت لإدراك هذا الأمر. لقد حاولنا في النهاية، وكنت أتمنى أن أجد أوبل كهربائية بالكامل، لأنني وجدت في أزمة غازات العادم أن الالتزام بالقوانين كما هي ليس كافيا، وإنما يجب تطوير موقف مميز، وهذا كان لدى أوبل بجعل جميع السيارات فيها كهربائية بحلول العام 2030. عندها يمكن أن نطالب السياسيين بوضع شروط مؤطرة لكي ينجح الأمر. هذا سيعني فقدان فرص عمل وخلق فرص عمل جديدة ونشوء مشاريع مختلفة في مجال النقل. قد لا يمكننا بعد التخلي عن تلك السيارات لأنها جميلة وألمانية. ابتكاراتنا آلات مثالية مكونة من آلاف القطع الفردية ذات الدقة العالية، دائماً أفضل وأقوى وأثقل، تحفة هندسية ألمانية بوزن طنين ونصف الطن، أعقد سيارة تم صنعها. المحرك الكهربائي لا يحتاج لهذا كله. بدلاً من حوالي 2000 جزء متحرك، هناك فقط 200 جزء في السيارة الكهربائية. هذا أقل مما تسمح به كرامتنا. بلد السيارات ألمانيا أسير الجمود، كما لو أن التغيرات لا تعنينا كثيراً، بينما عالم النقل يتحرك بسرعة متزايدة دائماً. محركات بديلة، قيادة ذاتية، أشكال جديدة للتنقل، لماذا أصبحنا نلحق بالآخرين فقط؟ نحن بلد المهندسين، الاستمرارية وحبنا للكمال جعلانا في الصدارة. التغيرات المتشنجة هي النقيض تماماً. التقيت البروفيسور أوفي كانتنار، رئيس لجنة الخبراء الاتحادية للبحوث والابتكارات، ولديه تفسير للخطأ الذي يحصل في ألمانيا. استطعنا تحقيق الريادة في الابتكار، وهذا ينطوي على خطر أنك تكون في موقع الريادة وفجأة تتغير الأمور، لكنك تبقى حبيسا في الوضع الذي أنت فيه ولا تجد أي مخرج، أو أن هذا المخرج يتطلب تكاليف عالية جدا. في صناعة السيارات نحن الأوائل فيما يتعلق بالمحركات العاملة بالوقود الأحفوري، وليس هناك من يتفوق علينا، لكن الإقدام على خطوة التحول إلى أنواع جديدة من المحركات مرتبط بتكاليف مختلفة وكبيرة، وهذا يجعلك تبقى حبيساً في وضعك الراهن، وهو ما تواجهه صناعة السيارات في ألمانيا، لذا علينا تخطي هذه العقبة. ما هو دور السياسيين هنا؟ في عمليات التحول الهيكلي الكبيرة، من واجب السياسيين ضمان الدخل للناس، لكن ليس الوظائف. هذا يعني أن التحول الهيكلي يجب ألا يضر بالناس، ويجب أن يكون هناك ضمان اجتماعي. لكن السعي للمحافظة على الوظائف بأي ثمن في المجالات التي قررت السوق العالمية أن يكون لها مسار مختلف فيها، سيكون هذا أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه المرء. لا يخفى على أحد أن المسار يتغير في مجال صناعة السيارات. فضيحة الديزل، أزمة غازات العادم، في الحقيقة الوقت المناسب لتشكيل التغيير والتدخل السياسي.
الاستمرار على نفس المنوال لن يكون الجواب على عالم يتغير بشكل جذري. تخلينا عن دفة القيادة. لماذا؟ أردنا الحديث مع وزير النقل أندرياس شخويا. لم يكن لديه وقت لنا، فالتقينا بسكرتير الدولة اشتيفان بيلغا. صناعة السيارات مهمة للغاية في بلدنا، لذا علينا أن نفكر في التأثيرات المحتملة لمثل هذا التحول على الوظائف. لهذا نقوم بهذا التحول ليس بشكل ثوري، وإنما بشكل تطور متدرج. لكن انطلاقا من هذه المسؤولية، ألا ينبغي ممارسة ضغط ابتكاري؟ ندعم أهدافا مناخية طموحة، وعلى المستوى الأوروبي سعينا دائما لأن تكون هناك أهداف طموحة. على صناعة السيارات لدينا أن تقوم بتنفيذها، لكن كانت هناك أوقات تشكل فيها الانطباع بأنه لم يتم العمل من أجل أكثر الأهداف المناخية طموحا. هناك اقتراحات في النقاش الأوروبي، وهي من وجهة نظرنا لا توصل إلى الهدف. في رأيي يجب ألا يكون هدفنا الآن أن نقرر في هذا العام كيف سيكون النقل في ألمانيا في 2025 و2050، فهناك إمكانية لحصول تطورات كثيرة غدا، لكن ليس اليوم. ماذا لو تطورت الأمور في الاتجاه الخطأ؟ إذا كان قطاع السيارات بخير، فستكون ألمانيا بخير. هذه المعادلة من أسس السياسة الألمانية. لكن ماذا يحصل عندما يعجز نظام تتشابك فيه السياسة وصناعة السيارات منذ عقود عن تقديم أجوبة للتحديات ومسائل البيئة الراهنة؟ البروفيسور أندرياس كني هو من أبرز المختصين في مجال النقل في ألمانيا. إذا استمر الأمر هكذا، فسنقتل صناعة السيارات بحمايتنا لها. نعرض حوالي 700 ألف وظيفة لا تزال موجودة لخطر كبير، لأننا نحمي ما لم يعد ممكناً حمايته. ما هي خطط واتجاهات ألمانيا لكي نبقى قابلين للعيش في المستقبل كبلد لصناعة السيارات؟ الحكومة الألمانية أو لنقل السياسة الألمانية لديها خطة قديمة تقول: قودوا جميع السيارات، السيارة يجب أن تكون جزءا من حياتكم الجيدة، ومن الجيد شراء البضائع الألمانية، ونحن نشجع على هذا الأمر وندعمه. وما هو الخطر هنا؟ إذا استمررنا في هذه السياسة فسنصبح معزولين، لأن العالم حولنا مختلف. فالناس من حولنا وعلى الأخص الدول والمدن قررت منذ مدة التخلي عن سيارات محركات الاحتراق والاعتماد على السيارات الكهربائية، وهذا يعني أن تخلفنا عن هذا الأمر سيجعلنا نفقد أسواق التصدير المهمة لنا، وستبقى لدينا تقنيات وسيارات لا يحتاجها أحد. هذه المشكلة تتفاقم، وبلد السيارات ألمانيا في تراجع. سفيكاو في ساكسونيا، معمل لفولكسفاجن منذ العام 1990. منذ سنوات تصنع هنا سيارة غولف، وهذا سينتهي قريباً. سيتغير كل شيء. الآن بالطبع تعتبر صفة رائد أفضل بكثير من صفة مرتكب خطيئة الديزل. فولكسفاجن تريد تغيير صورتها. شركة السيارات الأكبر في العالم مسؤولة عن 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وتريد تغيير هذا الأمر والتعامل بجدية مع الأهداف المناخية. لهذا الغرض يتم الاعتماد على السيارات الكهربائية. ميشائيل يوست شارك في هذه الأفكار. هو كبير الاستراتيجيين في فولكسفاجن ومقرب جدا من رئيس الشركة هيربرت ديس. يوست هو الأول من نوعه في فولكسفاجن، فقبله كانت الشركة بدون مخططين استراتيجيين. كيف نسمي الاستراتيجية التي روجت للديزل لعشرات السنين وتقول الآن فجأة إن المستقبل للسيارات الكهربائية؟ أولاً، نحن لم نتخلى عن الديزل ولم نقل إنه لم تعد له أهمية، لكن بالنظر إلى التحديات التي نواجهها فيما يخص معاهدة باريس للمناخ والقيم الحادية لثاني أكسيد الكربون، سيكون حتمياً علينا العمل في مجال النقل الكهربائي. لكن هل نحن في ألمانيا سريعون بما يكفي لمجارات التطور في العالم؟
كل تحول تقني يواجه صعوبات في البداية. عند تغيير تركيبة شيء ما ستحتاج إلى 3 أيام حتى يصبح خالياً من الأخطاء، وإلى 3 أخرى حتى تعتاد على أنه مختلف، لكنه لن يستغرق 3 أيام. أتحدث بشكل رمزي، سيكون هناك تسارع بالتأكيد. وهذا أمر ملح، فصناعة السيارات تدرك تماماً أنها كانت بطيئة لوقت طويل. من هنا ينبغي أن تبدأ صناعة السيارات الكهربائية بشكل كمي. هنا ستتم صناعة سيارة ID3 الكهربائية من فولكس فاجن. الشركة تستثمر 400 مليون يورو في تجديد المعمل. المشكل في السيارات الكهربائية هي عدم الحاجة مستقبلاً إلى عمال المحركات وعمال تركيب مجموعة العادم وخبراء مضخات الوقود. رحلة تعلم لتدريب عمال السيارات على صناعة السيارات الكهربائية في المستقبل. هنا يتم تأهيل اليد العاملة المختصة في غرفة مجهزة خصيصاً لهذا الأمر. وبأحدث التقنيات، تقنية الواقع الافتراضي، هنا تتعرف على أهم المكونات وتعرف الطريقة الخاصة لبنائها من خلال الأزرار المضيئة على وحدة التحكم أمامك. يمكن بدء التجربة. تجربة ستؤثر على جميع العاملين في المعمل. هل سيمثل ما أنت مقدم عليه تغييراً كبيراً بالنسبة لك؟ إنه تغيير كبير للجميع. فولكس فاجن فخورة بطلبيات مسبقة ل 17,000 سيارة كهربائية. هذه ليست سوى بداية، فالشركة تصنع 44,000 سيارة في اليوم. لا شيء ثابتا في الحياة أكثر من التغيير. يمكن الاعتماد على التغيير، لكن ماذا عن صناعة السيارات؟ والسياسيون لدينا، هل نستطيع الاستغناء عن الهدوء فعلاً؟ أم أننا تائهون؟ وهذا أسوأ. الصين تصنع منذ مدة سياراتها الكهربائية بنفسها وبمساعدة مهندسين ألمان أيضاً، وفجأة تريد شركات السيارات التحول أسرع من السياسيين. وزير النقل يعتبر بداية فولكس فاجن خاطئة. يجب أن يبقى المرء منفتحاً على التقنيات. عند النظر إلى النرويج نجد شكلاً مختلفاً للتحول الموجه سياسياً، والكلام الواضح مفيد. هذا يمكن أن يحدث بسرعة. شركة السيارات التي تريد بيع سياراتها في النرويج مستقبلاً يجب أن تكون بدون انبعاثات. هذه هي وجهتنا ورسالتنا. علينا جعل الأمور تسير بسرعة، وكل بلد سيستفيد إذا واكب هذا التحول ولم يتخلف عنه. نهاية حقبة، لكنها أيضاً بداية شيء جديد. سيكون من الأفضل كلما أسرعنا في تقبل هذا الأمر. بالإمكان إجراء التغيير إذا كانت هناك رغبة، لكن عندما نكتفي بانتظار ما يحدث فستكون هناك مشكلة كبيرة نرى للتو تبعاتها وتأثيراتها الأولى. إن لم تبدأ بلد السيارات ألمانيا على الفور بإجراء التغيير، فستصبح هي نفسها عرضة للتغيير. الشركات الصناعية والسياسيون أهملوا التغييرات لفترة طويلة، والاستمرار على هذا المنوال ليس مناسباً للمستقبل. لقد حان الوقت لكي نتحرك.